باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان وللابد امين. اقرا بنعمه المسيح جزء من رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل روميا في الاصحاح الاول في عدد 8 الى عدد 12. اولا اشكر الهي بيسوع المسيح من جهه جميعكم ان ايمانكم ينادى به في كل العالم، فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا دائما في صلواتي، عسى الآن أن يتأثر لي مرة بمشيئة الله أن أأتي إليكم، لأني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم، أي لنتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعا، إيمانكم وإيماني. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. اتكلمت ويا حضراتكم في الأسبوعين اللي فاتوا عن نوعين من الثقافة، ثقافة من الجانب الروحي، اتكلمت عن ثقافة التطوع وهو الإنسان الذي يقدم وقت وجهد، والأسبوع الماضي اتكلمت عن ثقافة التبرع وده الإنسان اللي بيقدم من ماله ومن إمكانياته. النهاردة عايز أتكلم برضو من ناحية روحية على ثقافة من الثقافات بنتكلم عليها كتير، لكن أنا بتكلم على أساس إنها ثقافة بنحاول نغرسها في حياتنا اليومية. النهاردة هتكلم وياكم عن ثقافة التضرع، ثقافة التضرع. التضرع اللي هي الصلاة، بس الصلاة التي من أجل آخرين. وعايزك في الأول تعرف إن في التطوع الصلاة تبارك الوقت، يعني لما أجي بتطوع في حاجة بقدم من وقتي ساعات أو أيام أو شهور كيف ما يكون، طب الوقت اللي باقي عندي بيبقى صغير الله يباركه. فعلى سبيل المثال مثلا الخدام اللي بيخدموا في مدارس الأحد في بدايتهم بيبقوا طلبة في الجامعة غالبا، طالب الجامعة ده محتاج الوقت عشان المذاكرة، فبيقتطع من وقته وبيقدم هذه الخدمة اللي فيها عمل تطوعي. طب والوقت اللي باقي الله يباركه في دراسته، يعني مثلا اللي كان بيحصله في 4 ساعات الله يبارك الوقت فيستطيع أن يحصل من خلال الصلاة يحصل في 2 ساعة مثلا. ففي التطوع الصلاة تبارك الوقت، وفي التبرع تبرعات المادية بصفة عامة الله يبارك المال الذي عند الإنسان. طبعا الصلاة هي الوسيلة التي جعلها الله أن نتواصل بها معه، وهي إمكانية رائعة. العالم بيجتهد يعمل موبايلات ويعمل تليفونات ويعمل وسائل اتصال، والناس تكلم بعضها، وكان الأول بسلك ودلوقتي من غير سلك، ويكلموا في أي حتة ومن أي مكان، لكن الله أعطانا الإمكانية الفائقة أن تحدثه في أي وقت وأن تتكلم معه في أي مكان، وأن الصلاة مش عايزة شحن زي الموبايل لما بنشحنه مثلا، الصلاة مفتوحة قدامك على طول. ومهما كانت لغتك بسيطة أو تعبيراتك بسيطة إلا أنها أمام الله عظيمة. عشان كده واحد من القديسين بيقول الصلاة هي بمثابة النفس للمؤمن الاستنشاق، والصلاة بمثابة البخور أمام الله، والصلاة بمثابة الصوت، الصوت اللي هو الكرباج للشيطان، هي تطرد عدو الخير. بنقول مثلا في المزامير لتكن صلاتي لتصعد صلاتي كالبخور قدامك، يعني وأنا بصلي كده زي ما بنشوف الشرية والبخور صاعد منها، صلواتي تصعد أمام الله بهذه الصورة.
وفي نفس الوقت الصلاة هي القوة المخيفة للشيطان. وأكتر حاجة بيشتغل عليها الشيطان في حياتنا إنه عايز يحرمنا أو يعطل روح الصلاة فينا. تعبان، مفيش وقت، مشغول، عندي هموم، عايز ارتاح، يحط لك حجج لا تنتهي، عايز يقطع خط الاتصال اللي بينك وبين الله المفتوح والممنوح كنعمة للإنسان. والحقيقة الصلاة ما يقدرش حد يمنعك منها. يعني أحيان مثلا لما يبقى ربنا يحافظ عليكم واحد تعبان شوية، يجي الطبيب يقول له تاكل دي، ما تاكلش دي، تقلل كده، تزود كده، حسب ظروفه الصحية. لكن في الصلاة أي شيء بأي صورة ترفعه أمام الله هو مقبول، والله مستعد أن يسمعه تماما. أنا عايز أركز الكلام اللي بقوله وياك على ثقافة التضرع بمعنى الصلاة من أجل الآخرين. إحنا بنصلي من أجل حياتنا ومن أجل ظروفنا ومن أجل خدمتنا ومن أجل كنيستنا ومن أجل الوطن ومن أجل العالم كله ومن أجل المية ومن أجل الهواء ومن أجل الزروع، كل ده. لكن أنا عايز أركز النهاردة، وعشان تبقى واخد المدى بتاع الثقافة نفسها، هي ثقافة التضرع، أنك تتضرع من أجل الآخرين، بتصلي من أجل الآخرين بالاسم. إيه الصلاة من أجل الآخرين؟ أول حاجة هي اختبار محبة. مش عارف أصلي لحد إلا إذا كنت بحبه. طب إذا تسرب إلى قلبي عدم محبة، هتلاقي نفسك بتعرفش تصلي، وهنا بقى تظهر أشكال من الخطية. فالصلاة من أجل الآخرين هي أولا اختبار محبة للإنسان. محبة قلبك قد إيه؟ بتحب الآخرين قد إيه؟ تقول لي في ناس كده نص نص، وناس ربع ربع، وناس يعني مش بينزلوا من زوري، وناس يعني بقبلهم حبايبي. الله يريد أن يكون قلبك محطة حب لكل أحد، لكل إنسان، حتى المختلف عنك، حتى المغاير عنك. ليه؟ لأنه الآية اللي أنتوا كلكم حافظينها وبتحبوها، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الله أحب العالم، تبقى أنت المخلوق ما تحبش العالم؟ معادلة بسيطة قوي. بربنا اللي خلق العالم ده كله والبشر دول كلهم، أنت في قلبك تحب ناس وتسيب ناس؟ إذا كان الله خالقك يحبهم، أحب العالم كله، باختلاف بقى الأجناس والأعراق والألوان والأديان والفلسفات. الله يحب العالم كله، حتى باختلاف اللغات. العالم النهاردة فيه أكثر من 300 لغة متداولة، لغات كتيرة خالص. صح في لغات واسعة الانتشار وفي لغات محدودة الانتشار، لكن الله يحب الجميع. فأول حاجة في ثقافة التضرع أنك إنسان تملك الطاقة أن تحب الآخرين. نمرة واحد. نمرة اثنين، أن ثقافة التضرع تعني أن قلبك حساس. أحيان تتطوع بوقتك، أحيان تتطوع بجهدك، أحيان تقدم مالك، أحيان تقدم خبرتك، أحيان تقدم مجهودك، كل ده كوم. لكن الكوم التاني اللي تسنده، أنت بتقدم الحاجات دي من أجل البشر، إنك تسندها بقلبك الحساس، قلب الذي يتأثر بالآخرين. ربنا يحفظكم، في قلوب قاسية، قلوب جافة، قلوب جامدة، وفي قلوب، ومتأسف في التعبير، أنانية. يعني أنا عندي أكلي وشربي، أنا مالي ومال غيري. وما ينطبق على الأفراد ينطبق حتى على الشعوب وعلى الدول. لكن العالم بيعلمنا اللي احنا عايشين فيه
ان لازم نتعاون مع الجميع، ولازم يبقى قلبي يشعر بالنعمة اللي ربنا بيديها لك، ويشعر بالآخرين المحرومين من نعمة. هدي لك مثال صغير جدا. هل تتخيلوا يا أحباء ان في ما يقرب من مليار انسان في العالم لا يجدوا ماء الشرب؟ كوباية المية اللي بنشربها دي، كوباية المية اللي عندنا، تصور ان في مليار من البشر منهم اطفال ورجال ونساء وصغيرين وكبار ما عندهمش كمية المية دي يشربوها. عشان كده من المساعدات اللي بتقدم بين الدول ان دولة تروح لدولة عشان تحمل تحفر ابار مية عشان تطلع مية يشربوا بها الناس. مش كل البلاد عندهم نهر عظيم زي النهر بتاعنا، نهر النيل. بلد جنبنا زي ليبيا ما فيهاش انهار خالص خالص. عشان كده ثقافة التضرع تعني انسان عنده حساسية قلب، عنده قلب بيتأثر، عنده قلب بيفكر ازاي يساعد الاخر، ازاي يرفع صلاة خاصة من اجله لكي ما يرتب له الناس والبشر والله يرتبوا له احتياجه والعوز بتاعه. قلبك حساس، قلبك بيشعر. القلب الحساس لما بنيجي ناكل في رغيف الخبز ممكن واحد يرمي بعض اجزاء او قطع. القلب الحساس يعرف ان القطعة الصغيرة دي يمكن ان تطعم انسان، ممكن جدا، بس واحد بيرميها وما هيش في اعتباره. والنوع ده او الصورة ده هي صورة مهمة جدا في كل مصادر النعمة اللي ربنا بيديها لنا، في الهواء، في الشمس، في المية، في الطعام، في الخضار اللي بناكله، في الفاكهة اللي بناكلها، في حباية القمح اللي بنستخدمها. من المشروعات الجميلة اللي تمت في مصر عملوا صوامع عشان تحفظ القمح، لأن بنستورد منه كمية كبيرة. طب الصوامع دي ليه؟ ما نخزنه في شوان وخلاص؟ يقول لك لا، عشان نوفر الفاقد اللي بيضيع. تعرفين في الشوان في عصافير، في فران، وهكذا. ثقافة التبرع، التضرع، الصلاة، أنك تصلي بقلب حساس من أجل الآخر ومن أجل احتياجاته ومن أجل الضيقة اللي هو فيها. يبقى الحاجة الأولانية، الحاجة الأولانية أن التضرع هو اختبار محبة، والحاجة الثانية أنه إحساس قلب، والحاجة الثالثة أنها ثقة في يد الله أنه يستطيع أن يعمل ما لا يستطيعه الإنسان. كلكم بتحبوا الآية الجميلة دي، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. فأنا برفع قلبي وبصلي من أجل الآخر أو من أجل الآخرين، واثق أن يد ربنا تقدر تشتغل. بيحكوا مرة قصة لطيفة قوي عن حصلت في أمريكا في وقت كده من 40 سنة، إن المطر قل. لما المطر قل بيزرعوا هناك فول سوداني كتير، فلما المطر قل الأرض مش هتطلع فول سوداني، مش هتطلع محصول. فابتدى المزارعين والفلاحين يعملوا زي مظاهرات بيطلبوا الحكومة هناك إنها تديهم تعويضات على الأرض والنبات اللي ما طلعش. فرئيس البلد، كانت أيام كارتر، رئيس البلد هناك المشكلة كبرت قوي، فقال أنا أروح أشوف المشكلة دي على أرض الواقع. بس يبدو أنه صلى قبل أن يذهب. فلما وصل هناك نزلت أمطار غزيرة جدا على الحقول، فوقفوا الناس يضحك كده ويقول لهم عبارة جميلة قوي، قال لهم أنا تفاوضت مع الله وقلت له يا رب هو نهين أحسن، إنك تبعت مطر ولا ندفع تعويضات؟ فأقنعني الله أن المطر أهم، عشان كده المطر نزل عندكم وهيحل المشكلة بتاعتكم. واخدين بالكم؟ الصلاة من أجل الآخرين تعني أنك تثق في يد الله التي تعمل.
شوف بولس الرسول في الجزء اللي قريناه يقول ايه في انجيل ابنه: شاهدوا لي كيف بلا انقطاع اذكركم. بيصلي من اهل روما: كيف بلا انقطاع بصلي لكم، ده قبل ما يروح روما كمان، كيف بلا انقطاع اذكركم متضرعا دائما في صلواتي. يعني انا صاحب بيت عنكم مش موجود واياكم، لكن عمال اصلي من اجلكم. وتكون الصلاه ده هي زي ما بيقول لنا في رساله العبرانيين: صلوا بعضكم من اجل بعض لكي تشفوا، واذكروا المقيدين كانكم مقيدون معهم. المقيد ده يعني الانسان اللي امكانياته ضعيفه مش قادر يتحرك. اذكروا المقيدين كانكم مقيدون معهم، والمذلين كانكم انتم ايضا في الجسد. الصلاه من اجل الاخرين اختبار محبه واحساس قلب وثقه في يد الله التي تعمل مع الانسان. عايز احكي لك بقى في يعني بعض مشاهد في الكتاب المقدس. مثلا المشهد ايام صموئيل النبي في تاريخ بني اسرائيل، في فتره اسمها فتره عصر القضاء، وكلمة قاضي في العهد القديم معناها مخلص. فكان لما تحصل مشكلة في وسط الشعب يروحوا يختاروا واحد يسموه قاضي عشان يحل المشكلة، تنتهي المشكلة يرجع مكانه. آخر قاضي كان صموئيل، صموئيل النبي. فالشعب هاج في يوم وهاج كده عن غير معرفة، وقالوا احنا مش عايزين قضاء بقى، احنا عايزين ملك. فوقف صموئيل النبي يقول لهم: ملك ازاي؟ ده الله هو الملك بتاعكم. قالوا: لا، احنا عايزين ملك زي كل الشعوب. قال لهم: ده الله الملك بتاعكم، ده تميز لكم وامتياز وانفراد. قالوا: لا، ورفضوا النصيحة. المهم عملوا اختيار واختاروا واحد اسمه شاول بقى هو الملك، اول ملك لمملكة بني اسرائيل او للأسباط كلهم قبل ان ينقسم، بيسموها المملكة المتحدة يعني في لغة العهد القديم. فجه صموئيل يسلم شاول المملكة وهو ينسحب، خلاص ملوش دعوة بالإدارة زي بلغتنا. اسمع قال إيه: أما أنا، ده صموئيل بيقول، فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم، بل أعلمكم الطريق الصالح المستقيم. خد بالك من الموقف بالذات. صموئيل بينسحب، خلص المهمة بتاعته وبيسلم قيادة المملكة دهيت لشاول، خلاص ملوش دعوة. صحيح، هو بينسحب لكن يقول: أما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب وأكف عن الصلاة من أجلكم. الله، إيه صموئيل ده؟ يعني أنت خلاص ما عليكش مسؤولية وانت تممت الواجب بتاعك؟ قال: لا، ده في واجب اهم. انا صحيح انسحبت وبعت، لكن الشعب ده لازم اصلي من اجله، واعتبرها خطيه كبيره. اما انا فحاش لي ان اخطئ الى الرب فاكف عن الصلاه من اجله، اتوقف عن الصلاه من اجلكم. صح، انا ما عدتش مسؤول، وبقى في ملك وبقى هو المسؤول عن كل صغيرة وكبيرة، وأنا خلاص ماليش دور. لكن لا، من الناحية الروحية ليا دور كبير جدا، وهو دور الصلاة من أجلهم. ويتكلم وياهم رغم، وأرجوكم تشعروا بالحتة ديت، رغم أن الشعب رفض الله كملك ليهم ورفض صموئيل كمان، لكن صموئيل قال: الواجب بتاعي أعمله، الدور بتاعي أعمله، والثقة بتاعتي أن يد الله تستطيع أن تعمل. صورة تانية من صور الصلاة من أجل الآخرين، وهي صورة قوية جدا كلنا بنحبها، صورة الأمة التي قدمت دموع كثيرة من أجل ابنها أغسطينوس. أغسطينوس كان محامي، دراسته كانت دراسة قانونية، ويعني شاف نفسه كده حبتين زي ما بنقول، وعنده لسان وخطابة،
وكان في بلد صغيرة في شمال الجزائر، وبعدين عايز بقى يرتقي أكتر فسافر إلى ميلانو في إيطاليا. وهناك في ميلانو اكتشف أن أسقف ميلانو القديس إمبروسيوس رجل خطيب، يقف الكاتدرائية بتاعت ميلانو الضخمة ويتكلم وكل الناس تسمعه، فأعجب بيه. طب أنت يا ماما هتعملي إيه؟ مونيكا أم أغسطينوس تقول هروح وراه. يا ستي ست غلبانة وعلى قدك. قالت لا، أنا عارفة أن الصلاة تصنع المعجزات، وأصلي من أجل ابني. طب ده ابنك عايش يعني سامحوني في التعبير في الدنيا طولا وعرضا، مش همه حاجة، لا نصيحة أمه ولا شطرته ولا ارتباطه بالله ولا حاجة خالص، وعاش في خطايا كتير. لكن لما وصلت لغاية الأسقف إمبروسيوس اللي هو قديس ميلانو وابتدت تكلمه، فبيقول مالك يا ست؟ شفت الدموع في عينيها. مالك؟ قالت له أنا جاي من أجل ابني وبصلي من أجل ابني وأرجوك تصلي من أجل ابني. فهذا القديس العظيم طمنها بعبارة جميلة قوي، قال لها ثقي أن ابن هذه الدموع لا يمكن أن يهلك. عشان كده بنسمي أغسطينوس ابن الدموع، كلقب ابن الدموع. وصارت الصلاة من أجل الآخر، أم بتصلي من أجل ابنها، شيء قوي. أحيان أمهات وأبهات يكتفوا بالنصيحة الشفوية، يا ابني أنا 100 مرة قلت لك تعمل كده، يا ابني. على رأي أم من الأمهات ما كانت منزعجة بتزعق لابنها، فقال لها هي بتقول له يا ابني مش 100 مرة قلت لك اعمل كذا؟ فالواد يعني كده بكل متأسف برود قلب قال له ايه يعني لما يبقوا 101؟ ايه يعني لما يبقوا 102؟ هيحصل ايه يعني؟ احيانا نهتم بالنصايح الكلامية ولا نهتم برفع قلبنا في صلاة قوية. واخدين بالكم؟ الصلاة دي ممكن تغير في الإنسان تماما. بس أحيان وإحنا بنصلي ما بنصليش بالقدر الكافي. زي بالضبط واحد ياخد دواء، الدكتور يقول له 10 أيام الدواء ده، بعد 4 أيام يلاقي نفسه بقى حلو ويروح سايب الدواء، ما تبقاش حاجة جيدة بالنسبة له. من هنا أحب ألفت نظركم لعبارة جميلة ومشهورة في حياتنا الاجتماعية، لما أروح لأبونا وأقول له أبونا أذكرني في صلاتك، لما أروح لسيدنا وأقول له أذكرني في صلاتك، وحين نكتب ورقة ونكتب فيها الاسم. والعبارة دي برغم أنها صغيرة إلا أنها ذات مفعول كبير جدا خالص. ولما حد يقول لك اذكرني في صلاتك، في التو اللحظة ارفع قلبك بصلاة من أجله. يعني واقف قدامك فلان بيقول لك اذكرني يا فلان في صلاتك، والعبارة دي ممكن نقولها لكلنا يعني، فعلى طول وانت واقف قدامه وقبل ما تنسى اذكر يا رب فلان، اذكر يا رب فلانة، اذكر تعب فلان أو تعب فلانة أو المشكلة الفلانية أو الموضوع الفلاني. ورفع الصلاة بإحساس من أجل الآخرين كأنها شفاعة أمام الله، الله يقبل والله يعمل والله يستجيب. خد بالك إن هذا الأمر من أجل الإنسان ومن أجل حرارة حياة الإنسان، وإنه يتمتع وعلم ولادك وبناتك والكبار والصغير إزاي نصلي من أجل الآخرين. تعالى أحكي لك مشهد اللي فات، دي مشاهد في العهد القديم وفي تاريخ الكنيسة. تعالى أحكي لك مشهد في العهد الجديد، بطرس الرسول. بطرس الرسول كان صياد سمك، وكان كل همه في المية والشبك والسمك والسفينة وخلاص. وصياد السمك ده رزقه يوم بيوم، النهاردة في خير، بكرة في خير قليل، بعده في خير كتير، زي ما يكون. لكن بطرس كان دايما مندفع متسرع، وكان
وطبعا شهدنا المواقف بتاعته لما اندفع مثلا في وقت صليب السيد المسيح أمام الجارية وأنكر وبعد، يعني التاريخ بتاعه المعروف ده. فيقول لنا المسيح، المسيح من أجله يقول تضرعت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، عشان بطرس ما يقعش في خطيئة الجحود، جحود يعني الإيمان بتاعه يضيع. فيقول تضرعت، سيد المسيح تضرعت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. وبعدين بطرس لما ابتدى بعد قيامة السيد المسيح يبشر ويجي هيرودس يقبض عليه ويحطه في السجن، التلاميذ كلهم خايفين والكنيسة الأولى خايفة، تقول لنا إيه؟ أما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله. بطرس في السجن والكنيسة كلها بتسجل بتصلي من أجله. أما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله، بصلوا بحرارة. لما طلع بطرس بقى من السجن قلوا طلعت ازاي، اسمع التعبير بتاعه الجميل، الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. الله أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس. الصلوات خلت بطرس يفرج عنه من السجن اللي كان فيه. الصلاة من أجل الآخرين، والصلاة بلا نهاية. يعني لو رجعت الموضوع القديسة مونيكا وهي بتصلي من أجل ابنها، كانت بتصلي يعني بإصرار شديد لغاية ما تاخد طلبتها من الله إن ابنها ده يرجع. أحيان من خطايانا الكثيرة أحبائي إن احنا نكون عندنا نفس قصير. عارفين النفس القصير؟ واحد أنا صليت مرتين ما حصلش حاجة، خلاص بقى أنا صليت 3 مرات وخلاص ونسيت والدنيا، أنت عارف الدنيا بقى تلاهي زي ما بيقولوا. الإنسان بإصرار الصلاة وباللجاجة، يقول لنا هنا كانت تصير منها لجاجة من الكنيسة، صلاة بلجاجة إلى الله من أجله والله يستجيب. بولس الرسول مثال آخر، لما بعت لأهل أفسس وقال لهم كده مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجلي. هو أصله كان ساعتها في السجن ساعة ما كتب رسالة أفسس، زي ما أنتوا عارفين بولس الرسول كتب 14 رسالة، أجملهم وبيسموها جوهرة الرسائل هي رسالة أفسس. وكلمة أفسس ده اسم مدينة معناه محبوبة، محبوبة. فيقوم هو في السجن بيبعت لشعبه اللي في أفسس، شوف يقول لهم إيه، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين، لأجل كل الشعب ولأجلي، لكي يعطي لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل. يعني هنا الصورة بقى عكسية، بيقول لهم أنتوا بتصلوا ولازم تصلوا من أجل الخادم بتاعكم، من أجل الخادم بتاعكم. الكنيسة لما بتصلي في القداسات وفي الأواشي بتذكر البابا البطريرك والأباء المطرنة والأسقفة والأباء الكهنة، القمامسة والقصوص والشمامسة، بتصلي من أجل الخدام. حتى الكنيسة من أجل كده بتخصص صوم كامل من أجل كل من هو في الخدمة، بنسميه صوم الرسل، صوم من أجل كل من يخدم في حقل الكنيسة. ليه؟ لأن الصلاة لها قوة. وثقافة التضرع ده هي أنك تتضرع من أجل الآخر. أحيان واحد يبقى في الشغل بتاعه عنده شخص مضايقه أو يعني بيتحكم فيه شوية، بتحصل حاجات كتير، هل جربت تصلي من أجله؟ مش صلي مرة ولا اتنين، صلي بحرارة. أحيان يبقى في مواقف كده
الله يرتبها ويدبرها وما تعرفش ازاي اتدبرت. يقول لك ده الباب اتقفل في مثلا الجامعة الفلانية والكلية الفلانية، وفجأة كده يتفتح ساعتين، يقوم الشخص اللي كان عارف ان الابواب اتسدت يلاقي الباب اتفتح قدامه ودخل. وحكايات كتيرة بنسمعها كل يوم. خلي صلواتك صلوات حرة، وخليها شكل من أشكال الثقافة الدائمة. الثقافة يعني حاجة عايشة ويانا ليل ونهار. السيد المسيح في الصلاة الوداعية اللي في يوحنا 17 كان بيصلي، والقديس يوحنا هو اللي سجل الصلاة دهية، يوحنا التلميذ الذي كان يسوع يحبه، يقول: لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. لست أسأل من أجل هؤلاء فقط اللي هم التلاميذ، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا. أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني. دي في يوحنا 17 الصلاة الوداعية. حتى السيد المسيح وهو بيصلي في صلاته الأخيرة اللي قبل الصليب كان يصلي أيضا من أجل التلاميذ ومن أجل كل أحد ومن أجلنا كلنا، وعايز كده يبقى فيه الروح الواحدة في حياة الناس. أمثلة كتيرة في الكتاب المقدس. لو حبيت أدي مثل أخير أختم به أو مثالين، دانيال النبي شاب موجود في أورشليم. أورشليم اتعرضت للسبي، السبي البابلي، فخدوه ويا كل الناس، سبوهم بقوا أسرى ودوهم إمبراطورية بابل. وفي بابل هناك اللي هي دلوقتي شمال العراق وجزء من إيران. ودانيال بقى بعيد عن شعبه، بعيد عن أرضه، أسير. الإله الذي يعبده مش عارف يعبده، هيكل أورشليم اللي كان بيعبد فيه هو بعيد عنه. اسمعوا عمل إيه دانيال في سفر دانيال. وقف يصلي: وجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح، المسح اللي هو يعني لبس الخيش اللي بلبسه والرماد. وابتدى يقول إيه: قد أخطأنا، عملنا شرا يا سيد حسب كل رحمتك، اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم. هو بعيد، كلكم حافظين المزمور بتاع على أنهار بابل، هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا صهيون. يعني بقى يقعد على أنهار بابل، أنهار بابل اللي هي دجلة والفرات، وبيتذكر أورشليم اللي في فلسطين. اسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته، وأضئ بوجهك في مقدسك الخرب. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي واصنع. جميل قوي دانيال وهو بيصلي من أجل بلاده البعيدة ومن أجل الناس اللي فيها، برغم أنه هو الأسير، لكن هو لا يكف عن الصلاة. وزي ما قلت لك، هي الصلاة لا يستطيع أحد أن يحرمك منها. أنت في أي وقت، ليل أو نهار، وأنت صغير وأنت كبير، يمكن أن ترفع قلبك بصلاة. يجب أن تكون صلاة حرة. اسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته، وأضئ بوجهك على مقدسك الخرب. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي يا واصنع. يا سيد اصغي، استمع يعني، واصنع عمل وانقذ الناس من الأمر اللي هم فيه. التضرعات تتضرع من أجل الآخر وتذكر من أجل الآخر. وعلم كل الصغيرين والكبار في حياتنا، ولادنا وبناتنا، ازاي نصلي من اجل الاخر، وازاي نصلي في مشاكلهم، متاعبهم، في نجاحهم، في اخفاقاتهم.
ازاي نصلي، ازاي نرفع. احيان واحد تقابله مشكلة في حياته او في عمله او في خدمته، عايز يحلها بدراعه، عايز يحلها بدراعه. ده مش اسلوب المسيح. اسلوب المسيح هو الصلاة، وده شيء في غاية الأهمية بالنسبة لنا جميعا، ان اسلوب الحياة، وزي ما الإنجيل بيعلمنا، بيعلمنا ان الصلاة قوة قادرة، قوة قادرة، لكن مش شايفينها بعينينا، لكن هي قوة قادرة. احنا يوم السبت نحتفل بنياحة القديس الأنبرويس، قديس المكان هنا وكنيسة على اسمه. وأنبرويس، أنبرويس كان ايه؟ حلته ايه؟ او يعني ايه اللي كان عنده؟ او يعني شطرته في ايه؟ لا ألف كتب ولا عمل حاجة ولا كان رئيس دير ولا اي شيء خالص، لكن هو كان انسانا مصليا ويعمل عملا بسيطا. الصلاة التضرع من أجل الآخرين، وزي ما قلت لك في أول الكلام، إن أنت لما تعيش في ثقافة التطوع وتقدم من جهدك ومن وقتك، اعرف إن ده يتبارك بروح التضرع وروح الصلاة. ولما كلمتكم عن ثقافة التبرع، بتقدم صح من مالك ومن إمكانياتك، لكن الله يستخدم الحاجة اللي بتقدمها ويباركها لما يكون فيها تضرعك من قلبك. الثقافات ده هي أنا حبيت أتأمل وياكم فيها، طبعا في أنواع كتيرة لكن هنبقى نكتفي بالثلاثة دول، بحيث أنه يبقى دول منهج عمل لنا كلنا. كل سنة وانتم طيبين. احنا طبعا يعني داخلين على موسم الشتاء، فالمعاد بتاعنا هيتبدر ساعة، هيبقى الساعة 6 بدل 7، دي نمرة 1. نمرة 2، انتوا عارفين وقت الشتاء بتزيد فيه ادوار البرد والانفلونزا والزكام، فمن فضلكم انتبهوا جيدا جدا مع دخلة الشتاء، ومع الحرص البالغ، الكمامة اللي بنلبسها، غسيل ايدينا باستمرار، استخدام المطهرات، التباعد، ما تستهينوش بالحاجات دهية. احنا الاسبوع اللي فات اتوفى 2 اباء كهنة ما قدرش الطب يعمل لهم حاجة، وكان بالسبب ده. فارجوكم وعشان خاطر المسيح انتبهوا جيدا جدا. طبعا ليس من الحكمة ان البلد تقفل، مش كده برضو؟ الناس عايزة تعيش، والناس عايزة اقتصاد يمشي، واحتياجات الناس تتوفر. فالبديل الوحيد ان احنا ناخد بالنا ولا نستهين. رايحين السوق تشتروا حاجة، داخلين محل، الكمامة باستمرار، ايدك فيها مطهرات او المية والصابون باستمرار، لازم يبقى فيه بعد بينك وبين الشخص الاخر اللي بتتكلم وياه او بتاخد وتدي وياه. الحاجات الصغيرة، ابسط اعراض استريح في البيت، ابسط عرض استريح في البيت. ما تقولش بقى انزل اروح الكنيسة ولا اروح المكان الفلاني، وتكون سبب انك تتعب اخرين وتتعب انت اكتر. الحاجات الصغيرة دي يا احبائي حاجات مهمة جدا، وارجوكم توعوا الاخرين. احنا امبارح طلعنا بيان علشان نقلل الاعداد بتاعت الانشطة في الكنائس. طبعا لو الامور ما كانتش موافقة بعد كده هيطلع بيان ونقلل خالص. فارجوكم انتبهوا علشان حياتنا بالذات في دخلة الشتاء دي تمر كلها بسلام. ربنا يحفظكم ويبارك في حياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد. أمين. الليلو يا زوك سابتريك أيوك أجيو بنيوماتيك أنك أيك سوسيون أصنيون أمين تنوشي فولنغو إموشيو بنشو إسيسوس بخريستوس موني سيتي نمنسي ماري بكناي نمتكيريني أوين صوتن بكلاوس صدي أمونو ونينانا كشيت خريس موسيستي متوي بنتي ملشي
صدق يقدسوت بنت داوود تي صوفيا انت سولومون يندمان بركيتون بيت افيزيني ابو سولوس سوزفياني بوخيف طهوي رفن بنيوت الطيوت نار شيرم سبابا بطا وادروس نم بنيوت المتروبوليتي سابا موروس نم بنيوت نيبس كوبوس نيتكي نيمن نوت انتيت ويبتاكمو يزن موس رونوس ناد ميشن رمبين مان سيوي نيريني بالسؤالات والطلبات التي ترفعها لنا في كل حين ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال الأربعة وعشرين قسيس وأربعة عيون غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة القديس الأنبر ويس وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي أمين. أيها المسيح إلى هنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كثيرا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جميعكم.